مرحبا، أنا اسمي اعتماد جعفر وأنا أعمل لدى لجنة الانتخابات في ولاية فيكتوريا كسفيرة للديمقراطية وموظفة لدى بي اي سي. إن كان اسمك مسجلا على اللوائح الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي في شهر تشرين الأول أكتوبر بحلول الساعة الرابعة مساء من يوم 28 آب أغسطس، فسوف تحصل على رزمة اقتراع عبر البريد في أوائل شهر تشرين الأول أكتوبر. إذ لم تصلك رزمة الاقتراع بحلول يوم 16 تشرين الأول أكتوبر، فيرجى الاتصال على الرقم 920901000 للحصول على رزمة جديدة. دعنا نلقي نظرة على محتويات رزمة الاقتراع. ورقة اقتراع مرفقة بتصريحات للمرشحين للانتخابات. نشرة تتضمن التعليمات حول التصويت بلغات متعددة، ظرف ورقة الاقتراع وظرف معد للرد مدفوعة التكاليف. دعني أريك كيف تقوم بالإدلاء بشكل صحيح. الخطوة الأولى، قم بفصل ورقة الاقتراع عن تصريحات المرشحين للانتخابات. الخطوة الثانية، أطلب من أحد الأشخاص قراءة تصريحات المرشحين لك إذا كنت بحاجة لسماعها، وبعد ذلك عليك أن تقرر من هو الشخص الذي سوف تصوت له. الخطوة الثالثة، كيف تصوت بشكل صحيح؟ قم بترقيم جميع المربعات بالترتيب الذي تختاره. ضع الرقم 1 في المربع المجاور للمرشح الذي ترقب في أن ينجح أكثر من غيره في الانتخابات. ضع الرقم 2 في المربع المجاور للمرشح الذي هو خيارك الثاني. ضع الرقم 3 في المربع المجاور لخيارك الثالث. يجب عليك ترقيم جميع المربعات. دعني أريك كيف تعيد ورقة الاقتراع المكتملة. الخطوة الأولى، ضع ورقة الاقتراع في ظرف ورقة الاقتراع. الخطوة الثانية، على الجزء الخلفي من ظرف ورقة الاقتراع قم بالتوقيع وأكتب تاريخ ميلادك وتاريخ اليوم، ثم أقلق الظرف بإحكام. الخطوة الثالثة، ضع هذا الظرف في الظرف المعد للرد المدفوع تكاليفه. الخطوة الرابعة، تأكد من إرسال الظرف الذي يحتوي على تصويتك في أقرب وقت ممكن، ويجب أن يكون في البريد أو يجب تسليمه باليد شخصيا إلى مكتب الانتخابات في موعد لا يتجاوز الساعة 6 مساء من يوم الجمعة الموافق 23 تشرين الأول أكتوبر. مجلس بلديتك صوتك. Your council, your vote.